ما نفعش حلولكم للاسعار، خزن البيض، فقست البيض، لا نفع تخزين البيض ولا تخزين القاء معكم حلول اخرى تنفع مثلا؟ معكم حلول مثلا لكورونا اكبر مشكله الان. فيروس كورونا بالنسبه لليمنيين اكبر مكسب حربي. مم. لانه اذا الناس ما بتشتغلش واذا الناس ممنوع تتحرك وممنوع تروح، والناس احنا بطبيعتنا اليمنيين اساسا اجتماعيين. حيث يقل واحد يجلس داخل بيته يومين ثلاثة أيام خلاص هيجي له جنان معنا جبهات مفتوحة هب لك فوق الطقم يا عم توكل لك على الله وقدك مع ربي من باب حميت نفسك أساسا وإذا كتب الله لك الشهادة فهذا أفضل شيء إيش عادك تشتي صحيح إيش عاد تشتي وفروا لك علاج لكورونا فوق الطقم روح الجبهة إيش يجلسك في البيت تموت بكورونا يعني آخرتك تموت بكورونا مش من أخلاقك ترجع أنت ولا سوا؟ مش حلو اخر عمرك تموت بفيروس ولا يركبوا لك مكافحة حوادث تشتي عمل لك حل جذري روح الجبهه بدل هذا خليه للدول الاخرى التعقيم ومدري ايش والبس كفوف والصابونه هذا ما فيش معهم جبهات وحلول جذريه انت روح يعقموا راسك حل جذري عند علك انا تعقيم والله ما عاد تقوم شوف على حلو